أنا رايحة الضهر. ماشي يا ضيعة. يا رب يا رب يا رب يكون وافي على السوق فعلا. يا رب. ايه السرعة دي؟ انت عملت ايه في مدبولي؟ انت قتلتيه ولا ايه؟ بصراحة بقى انا مش جايبك عشان اصالحك. امال ايه؟ يعني انا في حاجة طقت في دماغي كده وقلت اقول لك عليها. ايه؟ انا قررت يا ستي ان اجيب ابويا وامي ونيجي نتقدم لك وكله بصوابه. يلا. بتتكلم بجد؟ في ايه؟ ولا بتقلش كالعادة؟ هي الحاجات دي فيها قلش يا مجنونة انتي؟ أنا كنت بدأت أشك إنك بتحبني بجد. أنا مش بس بحبك، أنا بموت فيك. بس في حاجة. خير. دلوقتي لو أنت جيت وتقدمت، أول سؤال بابا هيسأله لك مرتبك كام؟ وأنا صراحة مش عارفة مرتبك ليه مش بيزيد؟ ليه ما بيصرفلكش مكافآت؟ ليه ما بتترقاش يعني؟ إشمعنى أنت؟ ما أنت عارف، ما عارفة رايد بيحبني قد إيه. بيعزني، بيعتبرني زي أخوه. عشان كده ما بيدينيش حاجة. نفسي أعرف كرهك قوي كده ليه؟ نفسي. والله أنا كمان نفسي، معرفش ليه دايماً قلش ملحتي، مع إني لسه بيع له 20 واحدة لو فكيالي. تقولي إيه بقى؟ أرزاق، المهم ينجز بسرعة وعايزاني نيجي نتقدم لك ونتجوز قبل ما رائد يمشيني. يمشيك؟ إيه؟ يا نهار أسود، دي تبقى كارثة. طاهر، أنت حاسس إنه فعلاً ممكن يمشيك؟ لا يا حبيبتي انا مش حاسس ان هو يمشيني، انا متاكد ان هو يمشيني. عشان كده بقول لك انجزي وبطلي رغي. سيبك من ابوكي بقى دلوقتي. انا لو رايد مشاني هتقدري تتجوزيني؟ انت لو بتشحت في الشارع وبتاكل من الزباله ايوه برضه هتجوزك. احلى حاجه فيك يا دينا رومانسيتك الرخيصه. بموت فيك يا بت. حبيني؟ بموت فيك قوي قوي. طمني الجواز بقى وتقدم وحاجات زي كده وهنجيب جاتو واحنا جايين كان في حاجه كده يعني ممكن. بص يا يالا بص ما تتكسفش. حاجه زي ايه؟ ايه ده؟ كان رايح فين ده؟ اعملي قهوه جامد. بقول لك ايه؟ خلي عصير احسن. بسرعه هتقلع المكتب الاستاذ طاهر. طاهر رايح له؟ رقم طاهر كام؟ رقم طاهر كام؟ مساء الخير يا استاذ طاهر. مساء الخير يا استاذ انيس. اتفضل. اخبارك ايه؟ اه الحمد لله تمام اتفضل. ماشي يا استاذ دينا. ماشي اتفضلي. طيب انا هستنى التقرير بتاع حضرتك عشان ارفقه في الملف، اوكي؟ تقرير؟ تقرير ايه؟ تقرير. تقرير يا حمار. التقرير تمام اتفضلي ارجوكي. ماشي. ارفقيه اتفضلي. بعد اذنك. اتفضلي. اتفضلي يا استاذة دينا. منور يا استاذة. منور يا استاذة. اخبارك ايه؟ تمام.